ازيكم يا جيش برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العذراء العشرية الاولى من مواليد 23 اغسطس الى 3 سبتمبر. حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضا سوء التفاهم بين الزملاء. الثقة التي تتضح بها مغرية وجذابة للآخرين. انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة. المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. استخدم طاقتك في الأنشطة الرياضية أيضا إذ لم يكن لديك الحافز السليم من قبل من يمكنك. العشرية الثانية من 4 سبتمبر إلى 13 سبتمبر. العمل الآن في غاية السهولة بالنسبة لك، ولذلك يمكنك تخصيص وقت لمهام أكثر أهمية، ولكن تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. العلاقات الأسرية متناغمة في الوقت الحالي، ويرجع الفضل في هذا إليك أيضا. الخلافات القديمة بينك وبين من تحب مناقشتها الآن، وسوف تتمكن من حلها بسهولة، ولذلك سوف تكون سعيدا بنفسك. ولكن اتخذ الإجراءات الاحتياطية من الناحية الصحية للاستعداد لأوقات صعبة قادمة. العشرية الثالثة من مواليد 14 سبتمبر إلى 22 سبتمبر. الصحة من جميع النواحي في العمل، أنت ذو تأثير مهم، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة، ولكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك، لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكاملة مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحد طريقة الإعداد لأوقات صعبة قادمة. عاطفيا، الأشخاص العزاب الذين تختلطين بهم دافئين مع انفتاحك لسلوكك المسترخي، فإذا تحررتي من القلق يمكنك أن تتخلصي بسهولة من ضغوط الحياة اليومية التي يعاني منها الآخرون. عادة إذا كنت في علاقة لديك الكثير من الوقت والصبر المطلوب للتركيز على ما هو أكثر أهمية، الناس الذين تحبينهم. مهنيا، مهنتك في خطر، وبغض النظر عن عدد المشاريع التي تقومون بها، فإنكم تنجحون في إنجازها كلها في نهاية المطاف. وبشكل مماثل، قد تستريحون بعض الوقت أو تتوقفون عن العمل كليا فترة من الوقت. إذا أمكن، فالاستراحة تمنحك القدر على التفكير في خياراتك وتخطيط مشاريعك.